مساءكم سعيد متابعينا، أهلا بكم في وين وين مغاربي. ذكرت صحيفة الوطن الجزائرية أن المغرب يتصدر سباق تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 في صراعه مع الجزائر لتنظيم هذه النسخة، فيما تبدو السنغال أقرب للفوز بشرف تنظيم نسخة 2027. وكشفت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اختار يوم 12 سبتمبر موعدا للإعلان عن هوية الدول المستضيفة لنسختي كأس أمم أفريقيا 2025 و2027. أعلن مدرب منتخب المغرب وليد الرجراجي قائمة أسود الأطلس للمعسكر الذي ينطلق الأسبوع المقبل، ويتضمن مواجهة ليبيريا في تصفية كأس الأمم الأفريقية 2023 وبوركينا فاسو وديا يومي 9 و12 سبتمبر المقبل على الترتيب. واستدعى الرجراجي عدة لاعبين تألقوا مع المنتخب المغربي الأولمبي في كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما، وهم إسماعيل السيباري وبنجامين بوشواري وأمين ريتشاردسون، بينما استبعد حكيم زياش لعدم جاهزيته وسفيان بوفال وأدم ماسينا للإصابة. كشفت لجنة الترشيحات التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تمديد أجل ترشح لرئاسة الفاف إلى 5 سبتمبر القادم من أجل إتاحة الفرصة للمترشحين بالالتزام في الأنظمة المعمول بها. وكان 4 مترشحين قد أودعوا ملفات ترشحهم قبل نهاية الفترة المحددة يوم 27 أغسطس 2023، هم مزيان إغيل، عبد الكريم مدوار، وليد صادي، وقدور ضيف. في خبر آخر، صنع الدولي الجزائري ولاعب نادي ميلان الإيطالي إسماعيل بن ناصر الحدث بعد قيامه بزيارة مسقط رأس والده بمدينة تازا الريفية الواقعة بين جبال الأطلس بشمال شرقي المغرب. ونشر بن ناصر صورتين ومقطع فيديو يوثق ذكرى زيارته لمدينة تازا، وذلك عبر حساباته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. استنكر النادي الإفريقي التونسي سعي أحد فرق الدوري التونسي الممتاز إلى الزج باسم الفريق في بلاغاته التي طالب فيها بالكشف عن مديونية كل الفرق لدى الاتحاد التونسي لكرة القدم. وطالب الإفريقي في بيان له عدم الزج باسم فريقه لا بتصريح ولا بتلميح. دائما في تونس، أعلن النادي الصفاقسي التعاقد مع المهاجم التونسي فراس عايفية في صفقة انتقال حر قادما من نادي البنك الأهلي المصري بعقد يمتد لثلاثة مواسم. بهذا الخبر نصل إلى الختام، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.